النحاس الأصفر. العملة دي الوزن بتاعهم، الوزن بتاع كل عملة يعني 2 غرام، القطر بتاعها 18 ملي، السمك بتاعها 1 ملي، ماشي، 1.1. عام المرأة العالمي طبعا 1973، والعملة التانية 1975، 1395 هجري، 1393 هجري. العملة دي، العملتين دول يعملوا كام فلوس؟ العملتين دول بغض النظر عن ان هم يعملوا فلوس او ما يعملوش فلوس، الايام دي طبعا ما فيش حد بيشتري عملات وكله نايم دلوقتي، فارجو الانتظار شويه والصبر شويه، لان الاسواق كلها تعبانه والدنيا كلها تعبانه، في يعني بعض الهواة اللي بيشتروا، بعض الناس اللي بتعوز عملات هي اللي بتقتنيها، بتدور على العملات دي، تمام؟ فارجو انك تكون يعني محظوظ من اللي بيدور على العملات من ده، وعايز تبيع عملتك اشتريها منه، غير كده مش هتلاقي عندك. ممكن تعرض على امازون، على السوق المفتوح، على في جروبات، في اوليكس، في جروب اسمه فيكتوريا ممكن تعرض عليه، في ناس هواه كويسه وبتعرض عليه العمله. العمله اللي هي 1975 دي يعني مش هتعمل كتير، يعني دي اذا عملت ممكن تعمل مثلا 20 جنيه، 15 جنيه، ما تزيدش عن كده يعني. ممكن هو واحد يكون ما تكونش عنده، ممكن ياخدها منك ب 30 جنيه او 40 جنيه. اما العمله اللي هي 1973 ديت، العمله ديت بتسوى يعني ممكن نقول حوالي 150 جنيه، 200 جنيه، ممكن توصل اكتر من كده بحاله الانصر. احنا بنقول بحاله الانصر يا جماعه. فالعملات اللي معاكم دي كلها عملات جميله جدا، ويعني يا ريت كله يحتفظ بيها. فعرفنا كده العملات دي، عمله طبعا العملتين دول من النحاس الاصفر، النحاس يا جماعه، تمام. الوزن بتاعها من يعني 2 غرام، القطر بتاعها 18 مللي، السمك بتاعها 1 مللي. العملتين دول في عملة ممكن تعمل 20 أو 30، وفي عملة تانية ممكن تعمل حوالي 150 200 جنيه، أكتر من كده ما تلاقيه، تمام. اعرض على الأسواق واعرض على الكلام ده، ممكن تكون محظوظ.